يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين بنداء الإيمان، يعني استمعوا لهذا النداء، إما خير أرشدكم إليه وإما شر أحذركم منه. يا أيها الذين آمنوا لا يحل، لا يحل يعني حرام. ما الحرام يا رب؟ قال أن ترثوا النساء كرها. هذا كان يحدث في الجاهلية كما قال ابن عباس في صحيح البخاري، يقول كانوا في يعني فيما سبق إذا مات الرجل، طيب جاء أولياؤه، أولياء الرجل وليس أولياء المرأة، أولياء الرجل، فإما أن يأخذ زوجته له، زوجة اللي مات يأخذها له يتزوجها هو، ولا يعطيها مهرا، يكفي مهر اللي مات لأن أنا وليه، أو يزوجها من شاء والمهر له، أو يعضلها ولا تتزوج يمنعها من الزواج. إذن ثلاثة أحوال، إما أن يتزوجها هو، وإما أن ولا يعطيها مهرا، وإما أن يزوجها ويأخذ المهر لنفسه، وإما أن يعضلها فلا تتزوج يمنعها من الزواج. هذا ظلم كان يقع على المرأة في ذلك الزمان أيام الجاهلية. فنزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يعني ترثها من أبيك تزوجها، لأن هذا كان لابن الزوج، يعني هذا تكون زوجة أبيه، هذه تكون زوجة أبيه. ولذا تأتي الآية التي بعدها قول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، اللي قبل أن يأتي هذا الحكم. فكان يتزوج امرأة أبيه أو يزوجها أو يعضلها بحكم أنه هو إيش؟ هو المسؤول عنها، يتصرف فيها، ورثها من أبيه أو ورث التصرف فيها من أبيه. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لك أن ترثوا النساء كرها، وجاءت قراءة كرها، كرها أي إكراهن، وكرها أي شيء مكروه عند الله تبارك وتعالى. لا يحل لك أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. العضل هو المنع والحبس، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. القرآن مليء بالمواعظ، وعظ غير قضية الأحكام، هناك وعظ يخاطب القلوب. فيقول إذا تزوجت امرأة ثم وجدت أنك غير مرتاح معها، الأصل وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، الأصل إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لكن هذا الرجل متحسف، أنا دافع لها 10,000، أنا دافع لها 8,000، والحين ما حبيتها، طيب طلقها. قال والفلوس؟ طيب أنت أخطأت في الاختيار، تتحمل أخطاك. قال لا، ترجع لي الفلوس. طيب هي ما أذنبت، ما لي شغل، فلوسي ترجع لي، ماذا ستفعل؟ وضيق عليها بالنفقة، وضيق عليها في المعاملة، أسيء إليها، أسبها، أتفل عليها، اللي يكون أهينها، أحقرها، أحتقرها كذا، لين تقول يا أخي طلقني. يقول رجعي لي مهري أطلقك، هاك مهرك بس فكني من شرك. فتعيد له المهر أو بعض المهر حتى يفارقها. الله يقول لا، ما يجوز هذا، لا تعضلها، إذا كنت أنت ما تبيها طلقها وانتهى الأمر، أحسن إليها، إمساكم بمعروف أو تسريع بإحسان، هذا كذا كان في عقد الزواج. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، أي من المهر. وقال ببعض ما آتيتمهن، يقول أهل العلم فيه أنه لا يجوز أن يأخذ منها أكثر من المهر، بعضهم ممكن يأخذ منها أكثر من المهر، خاصة إذا كانت غنية هو أصلا طمعان في فلوسها، يعطيها مهر اللي يكون 10,000، 50,000، 100,000، 10,000، بغض النظر، وهي غنية وتاجرة وكذا، يعذبها بعدين أعطيني مليون عشان أهدك، أعطيني المبلغ الفلاني عشان أطلقك، فتقول له خذ اللي تبيه بس فارقني. فهذا كله أكل أموال الناس بالباطل. الله سبحانه وتعالى يقول لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا، أي تأخذوا بعض ما آتيتمهن، أي من المهر. ثم استثنى قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هنا استثناء، لأنه كما أن الرجل لا يجوز أن يؤذي المرأة، المرأة كذلك لا يجوز أن تؤذي الرجل. طيب إذا أتت بفاحشة مبينة، دنست فراشه، زنت، وإذاك أكثر أهل العلم أن الفاحشة المبينة هنا الزنا، لأن تطلق الفاحشة غالبا على الزنا، إلا إذا واحد زوجته زنت والعياذ بالله، فيقول لها تعالي أطلقك، طيب أنا دفعت مهر 10,000، وأنت اللي أسأتي، لست أنا، أنت اللي أسأتي إلى فراشي، وأسأتي إلى عشرتي، وأسأتي إلى سمعتي. فيقول لها الآن بدل فضايح لا أفضحك ولا كذا وكذا، رجعي لي مهري أو بعض مهري وأطلقك بستر. هذا معنى الآية، يقول أهل العلم إلا أن يأتين بفاحشة، أي هنا يجوز لك أن تعضلها، تقول لها إذا تقعدين بالبيت الحال وأنا بروح أتزوج، ولا عدل ولا إصلاح ولا أحسن إليك ولا كذا، إلا ترجعين لي مهري وطلقت، لأنك أنت اللي أسأت وليست أنا الذي أساء. إذن الإسلام يراعي قضية من الذي أساء،
وبعض أهل العلم قال لا، حتى لو كانت الإساءة ليست بالفاحشة، بأي إذا كانت تكون مثلا ترفع صوتها عليه، تؤذيه، تحرجه أمام الناس مثلا، تسيء المعاملة، أي إساءة منها يعني إيذاء منها، هنا قالوا كذلك هنا يجوز له أن يقول لها لا أعاملك معاملة حسن حتى تردي إلي مهري وأطلقك، فهذا عضل جائز يقولون، لأنها أتت بفاحشة مبينة. فالكلام في الفاحشة هل هي الزنا فقط أم كل إيذاء يحصل على الرجل؟ فهذا وارد، وهذا وارد، العلم عند الله تبارك وتعالى. طيب، إلا أن يأتينا فاحشة مبينة، ثم ختم قال مبينة، فيها قراءتان، مبينة ومبينة، مبينة واضحة، مبينة أي شهد عليها الناس بها. ثم قال وعاشروهن بالمعروف، هذا الأصل، أنك تعاشر زوجتك بالمعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته كان في مهنة أهله، كان يخصف نعله ويخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم، خيركم لأهلي. سابق عائشة مرتين صلى الله عليه وسلم كان يحسن إلى أزواجه ويجتمع معهن ويعدل بينهن صلوات، وهذا كله من المعاشرة بالمعروف. والمعاشرة المعروف من الطرفين، لأن المعاشرة مثل المقاتلة، مقاتلة واحد يقاتل الثاني، مسايفة واحد مع الثاني، مسابقة واحد مع الثاني، المعاشرة كذلك علاقة يعني بين الزوج وزوجته، هو يعاشرها بالمعروف ويتعاشره بالمعروف. قال وعاشروهن بالمعروف، أي ما تعارف عليه الناس وما جرى عليه العرف. قال فإن كرهتموهن، يعني واحد كاره زوجته ما يحبها، يقول لا تطلق. لماذا؟ قال عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، مثل ما يقولون ما تعرف قديري إلا إذا جربت غيري. أنت الآن كرهتها لشكلها مثلا، لنحافتها، لسمنها، لكن قد تكون امرأة صالحة تقية تعفك وتربي أولادك وتحسن إليهم وغير ذلك من الأمور. يعني ليست القضية يعني شيء واحد فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمن إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فالله تبارك وتعالى يقول فإن كرهتموهن، كأنه يقول فلا تطلق، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.